دراسة غربية حديثة نشرتها مجلة شتيرن الألمانية شافت أنه تحديد السن إن كان 18 أو غيره متعلق بتصنيفات المجتمع في نظام التعليم والصحة والقضاء وبس، بينما على الأرض الواقع بيقول بيتر جونز وهو أستاذ في جامعة كامبريدج وأحد الباحثين في الدراسة، قال أنه المسألة دخول الشخص إلى عالم البالغين قد يحتاج لأكثر من 30 سنة، وأنه الموضوع مختلف من شخص لآخر. هاي مش مختلفين عليها، بس شو قصة الثلاثين بنرجع لها. الدراسة ذكرت أنه حالياً معظم الاضطرابات النفسية بتحصل للناس في العشرينات من عمرهم، ووجهت الدراسة كلامها لابن العشرين، قالت له لا تزعل من بعض الأخطاء الطفولية اللي ما زالت موجودة في حياتك، فدماغك لن يشعرك بالنضج إلا بعد الثلاثين من عمرك. طبعاً هالحكي صحيح نسبياً للأسف، واليوم صرنا نشوف تأخر كبير عند كثير من الشباب في وصولهم لمرحلة النضج والرشد، لكن لهذا أسبابه. لأنه المركز حتى مركز من مراكز المخ حتى يعمل وتصير الوظيفة قوية وفعالة عند الإنسان محتاجة يمر حاجتين، يحصل حاجتين، يحصل النمو الطبيعي اللي هو زي ما قلنا التغليف البيولوجي للخلية حتى تصبح فاعلة. الحاجة التانية المهمة جدا اللي احنا بنسميها النيوروبلاستيسيتي، أو إنه الخلية تبدأ الروابط فيها تزيد عن طريق الاستخدام. فلو شخص لم يعرض لخبرات وتجارب لن تنمو هذه الوظيفة بشكل كافي.